الدحيل وكل التوفيق للنادي الأهلي. هو طبعا يعني الحب الكبير بالنسبة لنا، وإن شاء الله بإذن الله كلنا داعمين للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، كل المصريين بغض النظر عن الانتماء، لأن النادي الأهلي هو اللي مشرفنا في هذه البطولة. حضرتك تتفرج على البطولة؟ أكيد إن شاء الله. الأهلي؟ أكيد والله. أكيد. رد يعني رد محترم. لا لا ده الطبيعي يا كابتن. طبيعي. أي حد صح. بيشارك في بطولة مش في مصر، ويمكن أنا حتى قلتها مثل يعني أي بطولة المفروض، بس انا هتكلم عن هتكلم الدنيا سهله بسيطه. ما انا بقول لك رغم كل القصص معلش يعني هي ممكن تكون فترات والدنيا ممكن بتكون بتهيج شويه وبتثير شويه، انما انا باختصار شديد اي بطوله نادي الزمالك مش مشارك فيها والنادي الاهلي موجود فيها فاكيد هشجع النادي الاهلي.